السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على السايت والموقع، ودي المفروض الصراحة كانت تكون أول محاضرة. ليه أول محاضرة؟ لأن أنا أول ما بيجي لي المشروع ببدأ أعمل الموقع، وبشوف مثلا الحدود بتاعة المبنى، وبشوف الموقع بتاعي والحاجات دي كلها. بس يعني حبينا نخليها في متأخرة شوية عشان نبدأ نشوف شغل المباني، لأن ده أغلب الشغل بيكون جوه المبنى، وأغلب الناس شغل جوه المبنى. المفروض يعني في شخص بيبقى مسؤول ان هو يظبط موضوع السايت دوت قبل ما نبدا الشغل بتاعنا. موضوع السايت ممكن نخليه في ملف ريفت لوحده، يعني ممكن تعمل ملف ريفت وتسحب الشغل بتاعك عليه، والعكس يعني ممكن هنا مثلا ابقى عامل ملف سايت واسحبه، اعمل انسيرت لينك ريفت، او العكس ممكن تخليهم الاثنين في نفس الملف. طيب دلوقتي انا عايز دلوقتي اعمل فيو للموقع العام. اعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي هنا من فيو، وهاجي هنا من بلان فيو، واقول له فلور بلان. بيقول لي ان كل الفيوهات معموله بكده، يعني مفيش ليفل ملوش فيو. فبقول له شيل العلامه دي اللي هي دونت دوبليكيت اكسيستنج فيوز، يعني لو في فيو موجود ما تعملوش تاني. فانا هقول له انا عايز اعمل الرصيف اللي هو الزيرو زيرو، وهنا ليدي تايب. بيقول لك الفلور بلان اللي انت هيتعمل دوت، انت عايز خصائصه ايه، الكول اوت بتاعه، التاج اللي هيبقى موجود فيه ايه، الريفرنس ليبل هيبقى عامل ازاي، الفيو تمبليت. ممكن اجي هنا واروح رابطه بفيو تمبليت معين، فهو اوتوماتيك يبقى واخد نفس الخصائص بتاعت الفيو تمبليت. والفيو تمبليت مقصود بيها ان انا لو عندي اكتر من فيو بياخدوا نفس الخصائص، ممكن اعملهم فيو تمبليت بحيث لما اغير في واحد فيهم يتغير فيهم كلهم. هنتكلم عنها بالتفصيل. هقول له اوكي، هقول له اوكي. عمل لي منصوب الرصيف ونزله لي في الكوردينيشن، فانا هحول من الكوردينيشن اقول له انا عايز اركتكتشر. طيب ايه الفرق بينه وبين اي فيو عادي؟ مفيش اي فرق، هو فيو عادي مفيش اي فرق، زيه زي الجراوند. طيب عشان اخليه يبقى موقع عام لازم ادخل هنا في الفيو رينج، واروح مظبطه ان هو يشوف انليميتد لحد فوق خالص، وتحت برضه لتحت خالص، والارتفاع دوت قول مثلا 20 متر. فيبدأ يلقط لي الشكل عامل ازاي من فوق، فاقول له هنا اقول له جو تو الاليفيشن فيو، فيبدأ يوريني شكل الفيو بالشكل دوت. تمام، الارتفاع هنا 15 فهو اعلى منه. طيب بالنسبة للدور اللي تحت، خلينا نشيل الكرو فيو. ثلاثة متر ونص، تمام، ده منسوب الافقي لدور البدروم. يبقى انا لما اعمل الحفر بتاعي والشغل بتاعي او البات بتاعي هعمل كده، هنزل هنا ل 3 متر ونص. طيب هاجي هنا عند منسوب الرصيف، وهاجي هنا عند الماسنج اند سايت. دي الحاجات اللي انا هشتغل بيها في موضوع التوبوغرافي. طيب قبل ما اخش في موضوع التوبوغرافي، هخش على البي في، وهلاقي عندي حاجتين مهمين قوي بالنسبه لي في المرحله ديت، اللي هو السايت تمام والتوبوغرافي. اللي هو ده التوبوغرافي، هتدوس هنا هتلاقي بعض الليارات. تمام، لو التوبوغرافي ده مش متعلم عليه يبقى تشوف ارضيه خاصه. طيب وهنا السايت، لما ادوس هنا هيطلع لي فيه ثلاث نقط مش موجودين معايا في المشروع، او مش ظاهرين معايا في الفيو دوت. انترنال اورجن، ودي نقطة الزيرو زيرو، ودي ما بتتحركش ما اقدرش احركها. وعندي البروجكت بيس بوينت، ودي النقطة الخاصة بالمبنى دوت او بالمشروع دوت الجزء دوت. تمام، وعندي السيرفي بوينت. تمام، ودي باخدها من المساحة، يعني بيقول لي السيرفي بوينت بالنسبة للعالم كله قد ايه. تمام، فالرقم بتاع مصر بيختلف عن الرقم بتاع السعودية، عن قطر، عن الامارات. كل دولة او كل مشروع بيبقى ليه الرقم السيرفي بوينت بتاعه. لو انا عندي 20 مبنى، كل مبنى فيهم ليه سيرفي بوينت بتاعه، ليه ارقام معينه بتبقى مكتوبه. تمام، بحيث ان انا لما اجي احطهم كلهم في ملف ريفت واحد، بس حطهم لينك في الموقع العام، كلهم ينزلوا جنب بعض. مفيش حاجه اسمها الاثنين ليهم نفس الرقم، لو الاثنين ليهم نفس الرقم هيطلعوا فوق بعض. لو انا خليتهم 0 0 كلهم هيبقوا فوق بعض. طيب اقول له اوكي، ظهر معايا دي نقطه الزيرو زيرو بتاعتي اللي هي النقطه دي. طيب السهم الاخضر والاحمر ده زيرو زيرو تحتي، وما اقدرش احرك في حاجه خالص. لما اجي اعمل سيلكت هتعمل سيلكت على حاجه تانية. طيب لو انا جيت هنا عملت سيلكت، ده السيرفي بوينت بتاعتي. لو تلاحظ هو هنا
قافلها لك، مش ماليش ان انا احرك الارقام. طيب لو انا عملت كده تقدر تكتب الارقام بتاعتك زي ما انت عايز. قبل ما نكتب الارقام خلينا نعرف الارقام اللي حوالينا كام. من انوتيشن اقول له اثبت كوردينيشن، بالشكل دوت. تمام. طيب لو انا بقى جيت هنا على السيرفي بوينت ودست ديت وجيت هنا غيرت الارقام، خليتني مثلا هو بيبقى رقم كبير يعني، بس خلينا المساح بتاع الموقع بيديك الارقام دي انت بتكتبها، الاليفيشن اللي ارتفاع من سطح البحر وهكذا، كل الارقام دي هو بيديها لك انت بتكتبها بس. مثلا خليها مثلا 130 وهنا مثلا 123 وهنا الاليفيشن بتاعك مثلا 3 متر. اول ما بتخرج تدوس بره بتلاقي النقطه دي اتنقلت بعيد خالص. طيب هدوس مرتين هنا الرقم ده لسه ما اختلفش، الارقام دي لسه ما اختلفتش. تمام. طيب هاجي هنا على الرقم السيرفي بوينت تحت ديت واقول له اقفل دي. يعني ايه اقفل دي؟ يعني انا عايز كله متنسب ليها. يبقى انا لما اعمل سيلكت هنا وابدا احرك ديت، تمام، الارقام دي خلاص بقت ثابته ما بتتغيرش. هنقلها من هنا لهنا، لاحظ كل الارقام اتنسبت، كل اتنسبت للموقع الاصلي. تمام. انا اقول له من هنا زيرو زيرو كده، كل الارقام دي متنسبه صح. تمام. ده اللي هو المطلوب. ده هتلاقي عادة المساح بيديني النقط اللي هي تحت حدود المبنى، هتلاقي نفس الارقام اللي هي ديت، فهتلاقي الشغل بتاعك مظبوط. فانت بتبدا تاخد بقى نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، تتاكد ان الرقم بتاعك مظبوط، وبعد كده تبدا تشتغل مظبوط وتبدا تحط الجريد وتحط الشغل بتاعك. طيب خلينا بقى نشوف النقطه بتاعت الموقع نفسه. السيرفي بوينت خلينا نخفيه مؤقتا. ده البروجكت بيس بوينت، خد نفس الارقام اللي هو التاني شغال عليها. لو انت حاطه في مكان تاني هيبدا ياخد ارقام مختلفه، هتقدر تنقله زي ما انت عايز، وتقدر تحدد الاليفيشن بتاعك خاص بالملف دوت، وممكن تقول له انجل تو ترو نورث. طيب قبل ما نعمل انجل تو ترو نورث خلينا نفهم حاجه معينه. ان انا هاجي هنا واقول له ده الاورجنايزيشن بتاع الفيو ده بس، مش بتاع المشروع ده، بتاع الفيو. هنا بيقول لي بروجكت النورث. طيب خليه هنا الترو نورث، مش هيحصل اي حاجه لان احنا لسه ما عدلناش. فانا هاجي هنا واقول له خلي لي الزاويه دي مثلا، تقدر تعدلها، او انا ممكن اجي هنا مانش هنا من كوردينيتس من البوزيشن، اسف، اقول له روتيت ترو نورث. تمام. ولازم احطها في الزيرو زيرو، وتقدر تكتب الزاويه اللي انت عايزها. تمام. وابدا اقول له اعمل روتيت. يبقى انا كده عندي ده في الترو نورث. تمام. ولو قلت له انا عايزها في البروجكت نورث هيبدا يعدل لي المبنى بحيث ان انا اقدر اشتغل. بس وانت شغال كل الشغل بتاعك هيبقى مرتبط بالمعلومات اللي انت حطيتها. تمام. يعني خلاص هو عارف ان المبنى دوت واخد زاويه على الشمال الطبيعي. فلو قلت له انوتيت، لاحظ ان احنا ماشيين على نفس الخط ومع ذلك الارقام كلها بتختلف. ليه؟ لان هو عارف ان في زاويه، فعارف ان في انجل موجوده في الموضوع، فهو على طول بيقعد يحسبها ويديني الزاويه الصحيحه. فانت شغال كده بحيث ان تقدر تشتغل بشكل افقي وراسي، بس هو الحسابات بتاعته كلها بتبقى في الترو نورث، بيبدا يعملها لك على الحسابات كده. لما ممكن تعمل فيول ده وفيول دوت، وفيو يبقى فيه الشغل وفيو بتبقى عارف الشمس والحاجات دي كلها. طبعا اللي احنا عملناه دلوقتي دوت ده هيفيد كتير جدا في موضوع حسابات الشمس والحاجات دي كلها. تعالى من المانج لو رحنا لللوكيشن
هتلاقي موضوع السايت هنا تمام، وهتلاقي الزاويه اللي احنا دخلناها، وتقدر تعمل دوبليكيت للاحداثيات اللي احنا عاملينها، ودي بتفيدنا لما نكون برضو ساحبين احنا الملف بتاع المشروع الرئيسي وساحبين كذا لينك. فبنبدا نعمل كل مشروع بيتعمل بنحطه في المكان بتاعه في اللوكيشن بتاعه. يعني لو احنا عاملين مثلا، خلينا نبدا ملف جديد، يعني خلينا نروح لملف جديد واقول له انا عايز اعمل انسيرت، خلينا سيف داوت برضو، اعمل سينكرونايزيشن. طيب هاجي هنا واقول له من انسيرت واقول له لينك ريفت، وابدا اشوف الملف بتاعي واقول له ده خليه، لو قلنا له انترنال اورجن قلت له اوكي. فهو اتحط هنا في المكان بتاعه فعلا، لان دي نقطه 00 المشروع ككل. لو احنا كنا بادئين المشروع بتاعنا من هنا، طيب اقول له كنترول زد يقول لي ما ينفعش تعمل تراجع عن التراجع دوت، فاقول له انكريبت، اختار الملف دوت واقول له ارجنت تو ارجنت. تمام، المفروض ان اكون مظبط السايت بتاعي قبل ما احط الملف دوت. اقول له دلوقتي خليها باي شورت كوردينيتس، مفيش شورت كوردينيتس عندي، مفيش حاجات مشتركه، فهيحطه في السنترال. طيب هروح بقى للكلاينت مانج، ومن البوزيشن من الكوردينيتس هقول له كيور كوردينيتس، وابدا اختار الملف بتاعي دوت. تمام، ده اتحط في الشيرد سايت اللي هو الانترنال. طيب هروح للفي في واقول له انا عايز سايت، واقول له علم لي على الثلاثة دول. طيب هنا دي البروجكت بيس بوينت بتاعتي، تمام اهوت. طيب وديت واخده هيت ال 143 والزاويه وكل حاجه، خد نفس الاحداثيات اللي موجوده هناك. فانت ممكن تعمل سيلكت على ديت اهي، يطلع لك كل البيانات اللي انت ممكن تحتاجها. طيب خلينا هنا وارجع اقول له بلاش ترو نورس، خليها البروجكت نورس بالشكل دوت. طيب انت هنا لما تيجي تعمل سيلكت على الملف دوت بيقول لك شيرد سايت ده موجود في الانترنال، ممكن تقول له موف ويكون عندك اكتر من مكان تقدر تنقل بيهم، او تقول له ريكورد سجل لي المكان الحالي دوت، وتبدا تختار له مثلا ممكن تنقله على مكان تاني وهكذا. دونت شير سايت اوف سيلكت انستنس. دلوقتي هنروح لقائمة ماسنج اند سايت، الجزء ده الخاص بالسايت. طيب هقول له توب سيرفيس، توب سيرفيس، واقول له ايه انا عايز اعمل بليس بوينت. طيب احنا كده دلوقتي هنشتغل على انهي حاجة، هنشتغل على الرصيف. طيب فممكن تيجي هنا وتخلي ده مثلا ماينس 1 بالشكل دوت، وبعد كده ماينس 0.5 بالشكل دوت. ما عملش خطوط، عايز افهم ليه. تمام هخلي ده الزيرو، وعايز اخلي ده واحد، بدأ يعمل لي خط هنا. طيب عايز اخلي ده اتنين. تمام نخلي ده ان انا عندي هنا ابزوليت الفيشن او ريلاتيف تو سيرفيس، فاحنا اخترناها تبقى الفيشن. طيب دلوقتي هقول له اوكي، وابدا اشوف الخطوط بتاعتي بالشكل دوت. طيب لو انا عايز تظهر باكثر من دقه ممكن اجي هنا واقول له بدل ما هي كونتور لاين ديسبلاي ممكن تقول له مثلا خليها كل متر مثلا. تمام وهاجي هنا انا عندي هنا ده بريمري، فهقول له خلي فيه سكندري. تمام وخلي هنا ملتي فاليو، وده برضو الستيبس، خلي ده مثلا كل مثلا نص متر، وده كل ربع متر. تمام وهنا تقدر تختار لو ما يعمل سيكشن كات هيظهر اي ماتيريال، اقول له اوكي هتبدا تظهر معايا بالشكل دوت.
هدخل هنا في الفي في سايت، وهاجي هنا في الطبوغرافي اسف، تمام. هلاقي عندي هنا البريمري، ممكن نختار اللون مثلا زي اللون الاحمر، والسكندري ممكن نختار لون مثلا زي اللون الازرق، واقول له اوكي اوكي. يبدأ يظهر عندي السكندري والبريمري بالشكل دوت. ممكن ادخل خطوط الكونتور من ملف اوتوكاد، اجي من انسيرت واقول له لينك كاد، وابدا اختار الملف لو فيه خطوط كونتور واقول له اوبن، ادوس تاب عشان اختاره، اقول له امبن، وبعد كده ابدا اعمل موف عشان بس ايه نشوفه. طيب دلوقتي اقول له ان دوت ان عايز احول خطوط الكونتور، فهروح للميسنج اند سايد واقول له توبو سيرفيس، وراح قايل له كرييت فروم هنا ملف اوتوكاد، هنا لو ملف اكسل او فيه معلومات نصيه هشيل الزيرو واقول له اوكي، هيبدا يحولها لي بالشكل دوت. تقدر تعمل في اي وقت تقول له ايد السيرفيس وتعدل فيه النقط، خلاص ده اصبح جزء من الاوتوكاد، ملوش دعوه، جزء من الريفت ملوش دعوه بالاوتوكاد بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعمل بيلدنج باد، بيلدنج باد يعني مساحه او الحاجه اللي هتتبني عليها، تمام، يعني دي حدود فعلا زي ما تقولي الفلور الارضي خالص. فانا عندي هنا اليونت لينس بالمتر، تمام. طيب انا هعمل سيلكت كده واروح للسايت اقول له بيلدنج باد، اقول لي ابدا ارسم الحدود بتاعك، فاقول له ده ماينس 3.5، خلينا نتاكد برضو من الاليفيشن، تمام. طيب ده الاوفست، الاوفست خليه زيرو، تمام. منسوب الرصيف ماينس 3.5 اهوت، وابدا ارسم الحدود بتاعتي. بالشكل دوت واقول له اوكي، وتعالى نخش في 3D، تمام. واقول له الغي لي كل المباني في في، واقول له سيلكت اول ما عدا التوبوغرافي، وده خلاص مش محتاجينه ولا ده محتاجينه. هتلاقي عمل لي نزول في الارض بحجم المبنى بتاعنا، فدي تبقى الارضيه بتاعتنا. فقبل ما ابدا شغل ببقى عامل حساب في الموضوع دوت، بحيث لما اخد سيكشن ما يظهرش معايا اي حاجه خاصه بالتوبوغرافي. ده دي الفكره من ان احنا عملنا البيلدنج باد دي. لما هنحفر هنبدا نعمل حسابنا في ان دي اللي هيتبني عليها. طيب نيجي بعد كده نلاقي عندنا حاجه اسمها سبيلت في السيرفيس، يعني انا هقسم التوبوغرافي ويبقى في جزء معين لحاجه معينه. يعني ممكن تقول له سبيلت سيرفيس وتقول له مثلا انا عايز اقسم مثلا الجزء دوت اللي فوق دوت، اوكي. نقدر نحذفه ونقدر نعمل له موف ونقدر نديله ماتيريال مختلف زي ما احنا عايزين، تمام. ده اصبح جزء مستقل. فممكن نيجي هنا في الماتيريال ديت، تبدأ تشوف الماتيريال اللي انت عايزها، ممكن تقول له نيو ماتيريال، تمام، وتسميها انت جريس.
وهنا تيجي من الابيرنس وتقول له ان انا عايز جريس. بالشكل دوت اهوت. اوكي هتبقى معاك في الريندر يمكن اوضح. تمام. طيب في حاجه اسمها ميرج سيرفيس، يكون عندك اتنين سيرفيس وتحطهم مع بعض فهو يبدا يعمل ميرج، بس هتقول له ده الاول وبعد كده عشان ياخد نفس الماتيريال. طيب لو انت بقى عايز تعمل طرق، خلينا نظهر كل حاجه في في يظهر لي كل الشغل. فرض ان انت مثلا عايز تبدا تعمل طريق، فهتقول له سب ريجن وتبدا ترسم الطريق بتاعك وتدي له الماتيريال اللي انت عايزها مثلا اهو. ده بحيث ان انت تقدر تديله ماتيريال معينه وتديله خصائص معينه، فتقدر تقول له هنا مثلا ده هيبقى رصيف مثلا او هيبقى اي ماتيريال انت عايزها، فهو يبدا يدي ماتيريال للحاجه دي. تمام. فده بتبقى سب ريجن. اغلب الشغل بتاع التقسيمات والطرق والحاجات دي بنعملها بالسب ريجن، تبقى واضحه اكتر. طيب خليني اخش على منصوب الرصيف. في عندي حاجه اسمها بروبرتي لاين، دي قبل ما ابدا شغل بوضح الحدود بتاعه المنطقه بتاعتي اللي انا هبدا اشتغل فيها واللي بقى فيها جزء من الحفر وفيها كل حاجه. بقول له بروبرتي لاين، بقول له كرييت ديستنس. تمام. وتقدر تدخل النقط زي ما انت عايز، او هقول له باي سكتش وتقول له مثلا ان المنطقه بتاعتي هي المنطقه ديت. تمام. اللي بعد كده هيبقى في سور هنا ويبقى ده بره المشروع بتاعي. تمام خلاص. فده خطوط البريت لاين، ده هيظهر معايا في بقيه اللوح عادي. تمام. دي النقط هو اوتوماتيك لقطها لما بدات ارسم الخطوط. طيب دلوقتي هنيجي لحاجه برضو مهمه الا وهي جريدد ريجن. دي بنستخدمها عشان نعرف احنا كميه الحفر اللي هنحتاجها قد ايه. ممكن نكون هنحفر وممكن نكون هنملى، ممكن نكون مثلا في عايزين المبنى يبقى عالي شويه فهنجيب تراب من بره. انا باجي هنا جريدد ريجن، يقول لي انت عايز تعمل نيو تو سيرفيس بكل النقط، ولا انت عايز النقط اللي بره تبقى ثابته والنقط اللي جوه هي اللي تبقى تقدر تعدل فيها. اقول له انا عايز نفس الحاجه. تمام. هو عمل نفس المكان وبيقول لي بقى ابدا احط النقط، فانا هقول له بليس بوينت واقول له ماينس 3.5. تمام. وتبدا بقى تشوف النقط اللي انت عايزها مثلا من هنا مثلا وهنا وهنا وهنا، تبدأ انت تشوف النقط. تمام. واقول له اوكي. طيب لما تيجي تعمل سيلكت على التوب سيرفيس الجديد اللي انت لسه عامله، هتلاقي ان هو بيقول لك فيل، يعني هتجيب تراب من بره وتحطه هيبقى كذا. قط، دي كميه الحاجات اللي هيتم فيها القط. طيب دي المعلومه دي مهمه جدا، ساعات كتير يعني كل مشروع بنحتاجها. فانا ممكن اجي كده على الفيو واقول له انا عايز اعمل السكادول. توبوغرافي. تمام. اوكي. وتبدا تشوف بقى القط والفيل، وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تضيفها للمشروع اهو. فيبدا يعمل لك الجدول بالنت كات اند فيل اللي هي ديت. الاثنين دول ممكن لو انت عايز تشيلهم تقول له هايد يجيبهم لك بالشكل ده. فالجدول ده تقدر تحطه في الشيت اللي هيبقى خاص بالموقع. دلوقتي انا هاجي على المنسوب الرصيف اهوت. تمام. وهبدا اقول له هنا ليبل كنترول، وهبدا ارسم الخط بتاعي بالشكل دوت او الشكل دوت. تمام. لما تيجي تقرب من اللوحة بتاعتك هتلاقي الأرقام موجودة هنا. طبعا احنا أصلا بنشتغل على 1500 1000 في الموقع، فهتلاقي الأرقام ظاهرة معاك بالشكل دوت.
كل خط هيقول لك هو الارتفاع بتاعه فين. تقدر تعمل سيلكت وتقول له ايديت تايب ويتعدل فيه الكلر والتكست، وتعدل هل انت الاساس بتاعك هو السيرفي بوينت ولا الريلاتيف ولا بروجكت بيس بوينت. عاده بستخدم البروجكت بيس بوينت. طيب دلوقتي هنبدا نحط المكونات بتاعت الموقع العام. هاجي هنا مثلا وهاجي هنا من ماسنج ات سايت واقول له سايت كومبوننت، وهبدأ اختار السيارة وابدأ احطها هنا. هتلاحظ ان في بطء شديد جدا لان لوحة لو الملف معمول اوتوكاد، تمام؟ ففي كمية تفاصيل كتيرة جدا، فبيهنى الجهاز بانه مش محتاج التفاصيل دي كلها. فلو قدرت الاقي فاميلي الحاجة دي معمولة في الريفت او معمولة في السكتش اب او المهم ما فيهاش التفاصيل اللي هي تعمل لاجل الجهاز، يا ريت. تمام. طيب هتيجي هنا وتقول له تاب بحيث ان هو مسطره، بحيث ان هو يظبط لك العربيه، وتبدا تحطها هنا وهكذا، وتقدر تاخدها كوبي او تعمل لها اري او اي حاجه انت عايزها. طيب لو طيب ممكن اقول له كانسل. تمام حطينا السياره، وبعد كده هنخش على الفي في. ولو جيت هنا في الامبورت كاتيجوري هتلاقي حاجه اسمها امبورت ان فاميلي. لو انت عندك كذا لوحه اوتوكاد زي ما انت شايف، انا حريص ان انا اول باول الغي الاوتوكاد على اساس ما ياثرش على الملف الريفي بتاعي. لو انت شفت العلامه دي امبورت ان فاميلي، يعني ايه؟ يعني انا عندي لوحه الاوتوكاد موجوده جوه فاميلي، ودوست اوكي هتلاقي السياره اختفت. تمام هدوس كنترول زد عشان ترجع. فلو في بعض الناس مثلا يقول لك ايه، انا عايز الغي الاوتوكاد، فيروح ده لاغي العلامه ديت تمام، او يلغيها من هنا، فيفاجئ ان كل الفاميلي اللي هي معموله اوتوكاد اتلغت. ممكن يكون مثلا في مكنه معينه معموله اوتوكاد بتتلغي. تمام طيب دلوقتي هقول له اوكي وهبدا احط الاشجار. مجرد وجودها بيهلك الجهاز اللي هي الفاميلي اللي يكون فيها اوتوكاد كتير، لان في تفاصيل كتير قوي انا محتاج شكل عربيه، رمز عربيه كده 3D، وبس ما يكونش فيها المرايات اللي في الجنب والحاجات دي. فانا هاجي هنا هتلاقي مثلا علامه بتاعت الباركنج سيمبل اهيت، ممكن تقول له انا عايز اشجار. تمام هتحط مثلا شجر هنا وشجر هنا. خلينا نبص في 3D. هو بيحط نوع من الاشجار اسمه الار سي بي، يعني مش نوع الشجر، نوع الشغل نفسه. هنا بيحطها على مسطره افقي بدروم، لازم اغيرها، اقول له مثلا خليها على مستوى الرصيف عشان تبان معايا. بيحط حاجه بسيطه خالص تمام، بس في الرندر بيطلع شكل الشجر مظبوط. خلينا نشوفها في ال 3D. لو انت قلت له انا عايزها في الشيدد هتبدأ تظهر بالشكل ده، بس لما تيجي تعمل رندر بيظبط الشكل بتاعها كويس. خلينا نعمل سيلكت على نخله منهم، وتيجي هنا ايديت تايب هيقول لك الديفولت الفيشن قد ايه، الجرافيك، البلان سيمبل، الرمز بتاعه اللي هيبقى موجود. فممكن تلاقي فيه اكتر من رمز، تختار اللي انت عايزه. الارتفاع تقدر تعدل الارتفاع، تعمل كذا تايب منه، كل تايب بارتفاع معين. يعني خلينا مثلا نقول له ده مثلا، خلي ده مثلا واحد مثلا متر، وخلي ده مثلا بالشكل دوت. تمام يبقى عندك النوعين. الريندر ابيرنس هيبقى شكله عامل ازاي، تبدا تشوف الشكل بتاع الصوره اللي هتبقى موجوده. تمام هتلاقي الشجره صغرت زي ما احنا خليناها، غيرنا الارتفاع بتاعها. طيب هنيجي برضو على باركنج كومبوننت. تمام بيقول لي الرمز مش موجود. هو الرمز موجود بس موجود هنا في البرج، في السايد كومبوننت. لو احنا بصينا هنا هتلاقي الرموز هي موجوده بس هو محطوطه غلط. طيب لو انت اخترت مثلا العلامه دي تقدر تحطها في المكان المخصص ليها. تمام طيب خلينا نعمل سيلكت عليها ونقول له اديت فاميلي. الرمز دوت محطوط في السايت، ممكن تقول له انا عايزها في الباركينج.
مجرد ان انا غيرت النوع بتاعها، تمام، بدل ما كان سايت في الباركينج ورك بلان بيست ات واز فيرتيكال، عايز فيرتيكال على طول، جوت واز وايد، اقول له اوكي، بقول له حملها في المشروع، عايز سيف الحاجات دي في ملف خارجي، بقول له لا، اقول له سيف المشروع. طيب لما اعمل سيلكت عليها هيقول لي انها باركينج. لو بعد كده جيت في المسج ان سايت وقلت له بارك كومبوننت، هتلاقي ان هو جابها لي هنا، بقت موجوده في الباركينج بالشكل ده. فتقدر تحط مثلا علامه الباركينج، لو جينا هنا في منسوب الرصيف، العلامه بتاعت الركن بتاع السيارات ممكن تجيبها من في الفتره دي سايت وتحولها لباركينج، بحيث تبقى موجوده في الباركينج، علامه ان السياره مثلا من هنا لهنا وهكذا. هتلاقي مثلا العلامات ديت في حاجات بتبقى باركنج. طيب خلينا نقول له من البارك كومبوننتس، اقول له لود فاميلي وهدخل هنا، ده الامبريال، لا انا عايز انجليش، وبعد كده هقول له باركنج. طيب هتلاقي مثلا في السايت باركنج اهي، هتلاقي العلامات الخاصه بالباركنج مثلا زي دي السبيس بتاعتها، ودي زي القدرات الخاصة اهي. تبدأ بقى تحط الباركينج، هتيجي هنا مثلا على الحتة دي وتدوس تاب بحيث ان هو يبقى يلفها لك وتحطها مثلا بالشكل دوت. طبعا تقدر تعمل سيلكت عليها وتعدل المسافات زي ما انت عايز، تمام. تقدر تيجي هنا وتقول له لا انا عايز اعدل الانجل قد كذا والباركينج لينس قد كده، زي ما شفنا مع بعض.